ايه خلص روحي. ايه برهان بيوديكي على البيت. ولشو هالحكي؟ ماني بنت صغيرة لتحكي معي هيك. عزو وانت التاني يلا على شغلك كمان. مريم وينها يا جواهر؟ هل عني شو بيعرفني؟ روح انقلع، ما بكفينا بسببك كسروا بيت امي؟ كل ما هربت مريم بتجي وبتسالني الي، انا شو بعرفني؟ حل عني واتركني بقى. انا صدقتك بس بدك تشوفي غيري. بدك تدليني على مكانه والا ولا شو؟ شو بدك تعمل؟ والا بدك تاخذيني هلا لعندها، اقسم بالله بحسب الله ما خلقك. لك اتركني بيت ايدي، خلصيني اتركني بس على هون، اترك المرأة اتركها، عم تقول لك ما بتعرف تقعدي من هون، قالت لك ما بعرف شو بدك هلا؟ فهمني موتك انت لا تدخلي. قلت لك روح من هون البنت ما بتعرف. اتركها بقى يا ربي، انت فوت علي انا يا حبيبي. شوف يا خالد، الله يخليكم. اليوم يجينا شي طلب. روح انا يا مروه، انت ما بتفهم عربي، فهمك بالتركي يعني. يلا يلا اختي يلا. الله لا يردك. انت وين كنت؟ كان اخذني الزلمه وراح. تصرف عزو ومشي الحال. انت منيح عزو؟ خدوا هاد، هلا صار معنا سلاح، حطوه بالخزانه. والله بينخاف منك يا عزو. خلصتنا من مشكله كتير كبيره، برافو عليك عزو. يلا خدني على البيت هلا بلا ما اروح لحالي. ليش عم تطلعوا فيي هيك؟ اختي بس السلاح. ما بترك سلاح بمكان انت موجود فيه عزو، اعوذ بالله. روحوا كملوا شغلكم، يلا هلا بيجوا الزباين. حاضر معلمتي. ما في شيء، خدش بسيط. بدي اياك تضل هادي برهان. عزو حطك براسه ها؟ وراسين ما بيجتمعوا بوقت واحد، خليك متذكر هالشي.
بس انت طلعت كتير اكابر. صرت كابة سلاح كتير تحت الأرض. خلي الفيران تتسلح، ما بيضر هالشي. شبك بلال؟ شو صار لك؟ ليش وشك مدمع؟ خليهم يداووني. أنا بداويك، تعال تعال. لا تخاف، عم شوف حرارتك نزلت شوي. انت نمت كتير، لازم تاكل لك شي شغلة. هلا شوف عملنا لك شوربة. ما بدي. طيب ما فيها شي، هلا منطالع اجناستك من هون. اسمع، الحارسة اجت وعصبت كتير، لازم تتحسن. شد حالك شوي مشان ترجع على الضيعة، ما بيصير تضل هون. ما بروح. مين بده يحميكي بعدين؟ انت اللي بدك حماية. شراب هاي يلا. انا محظوظة بالمجانين. انا ماني مجنون. مزبوط مزبوط، خلاص يلا. بدي احرق له المطعم، وبدي هد المصنع فوق راسهم، جواهر والبنات اللي معه، وهذا عزه بدي اوصي براسه. حتى ماجد رح اخذ فوق اعمل بوشه خرايط. قولي لي بقى، قولي لي رأيك يا خانم، صعب عليك ما؟ وإذا شفتها لمريم شو بتعمل؟ يا حزرك شو رح أعمل؟ بسحبها وباخدها على بيتها. ولك أنا صرت مسخرة بين الناس، شو بده يصير فيها يعني؟ أنا أخوة، أنا أخوة، شو بعمل فيها؟ ما حدا إله علاقة فيي، أنا ما ممكن أسيها. بعدين هذا رجب ما رح يترك البنت بخير، بركي صار شي مثلا بيكون الحق عليكم انتو. بركي قلت لحدا اني اللي خبرتك. والله العظيم ما بقول، بحلف لك براس ولادي ما رح اقول. هي بالملجأ، انا ما حبيتها، ضل عندي بالبيت. ممتاز. ودخلك هذا الملجأ اللي عم تحكي عنه وينه؟ كيفك منيحة؟ يسعد الله ما احلاكي انتي ولو حبه لولو. بتضل عيونه معلقه هون. شو بده يضل وشك هيك؟ قومي اعملي لنا قهوه. انا ما بدي، بعمل لك قلب. اوكي مقصرة وقوية، مبارح سحبتي علي السكين وما قلت لهم شي بالمخفر، جبت لهم سيرة المنوم. شو في لقلك؟ طالما بلشنا مع بعض منكمل مع بعض. يلا قومي اعملي لنا قهوة. إن شاء الله صحة وعافية.
أهلين أغا، تفضل. شو صار أغا؟ خليتوا رجب بالمشفى ورجعتوا؟ لا، صار بالبيت. وين جواهر؟ بالبيت عم تريح شوي، هلأ بتجي. خير، مريضة؟ لا، مبارح صارت مشكلة صغيرة، تبقى بتحكي لك ياها هي. ايه، وهلأ شو بتحب تاكل أغا؟ عندي شوربة بتاخد العقل. ايه ماشي. يا حرام، الزلمة خالص. قديش عنده مصاري؟ بس ما استفاد منه. شو المصاري؟ ليكا كلها حطيناها بالبنك وعم نتعتر هون. لازم الواحد يتعب ليوصل للي بده اياه، وتعبك انت هون يا عزو. وانت وين تعبك برهان؟ ليكون هو وجودك معنا هون. انا خلص تعبت ووصلت لهدفي. ما ارتحت له ابدا. شو عم يقصد هاد بهالحكي؟ شو بده يقصد يعني؟ عشقانة للست جواهر ومفكر حاله وصل للجنة. متأكدة الست جواهر عرفاني؟ كل ما من إلا بتسكتنا. إيه لا تنسي كمان الست جواهر مدللته كتير. ما بعرف، بس يمكن الست جواهر عم تسايره لتشوف آخرتها معه. اسمعوا لألكم، صار لكم فترة قاعدين عم تحكوا حكي طالع نازل بين بعضكم، هيك ما بصير؟ إذا في شي قولوا بوشي. لا والله ما في شي نقوله. اسمعيني خالتي، أنا بحاجة لرفيقة مثلك. لا تخافي، ما رح أقلعك من هون. بس لا بقى تكذبي علي، ما بتعملي شي بدون علمي حتى لو لمصلحتي. بدك توعديني، لازم جواهر تندم على اليوم اللي خلقت فيه. ما بنسى شلون أخدتني على المخفر وأنا حامل. والله ما رح أرحمها أبدا. هيك بدي إياكي. إيه شو بدك تساوي؟ رضوان عينه علي. الكل عيونن عليكي. رح أخذ المطعم وقلع جواهر منه، وهيك بتنحل أزمة المصاري عند عمر. لازم يعرف إنه فاطمة هي سنده بهالدنيا. هيك من زمان هذا التفكير الصح. يا عيني عليكي. ورضوان بخاف من هذا الجرسون تبعك، وأكيد شايف منه شيء. أنت لازم توقفي لبرهان. بقيان شغلي لازم يساويها، وبس يخلصها بناخذ منه المطعم. وشو هالشغلة؟ بعدين بتعرفيها. جواهر رح تختفي على الأخير، وبعدين بتعملي اللي بدك يا مع رضوان. ومع هيك لازم توقفيه بسرعة، يعمل اللي بده اياه، لأنه ما عاد في وقت. ليكي عمر مختفي. صحة وهنا يا آغا. هلأ شو الوضع؟ وهي الرز يا أهلا وسهلا. وهو شو عم يعمل؟ شكرا. أمه قاعدة فوق راسه هلأ، وحطيت اثنين من الشباب مشان يراقبوا ليل نهار، وجيت لعندك بركي فضفض يلي بجواتي وبرتاح. هيك بيكون أحسن. سمعت صاير معك مشكلة. خير؟ ليش أنا إمتى المشاكل تركتني؟ مبارح كنا بالمخفر، خلصنا من فاطمة، إجعنا بلال. بلال؟ كول أنت، ما ناقصك. تعال يا ابني تعال، ارتاح هون، ارتاح. اقعد هون. هلا بجيب لك شاي بالنعناع، وجنبه جبنة ولبنة وزيتون. لازم تشد حيلك شوي، ما أكلت شي. أنا منيح، لا تخافي علي، جسمي قوي كتير.
يلا كول كول دق خلقي من دلالك وعنادك. خود هالدواء. وجودك جنبي ورعايتك إلي هي الدواء. يلا مشان تلحق سيارة تضيع المساء. أنا هون مرتاحة لا تخاف علي. قولي على حظي. قال أنا هربت من الضيعة مشان ما أتجوز أمين وليكو جنبي وعم طعمي كمان. وأنا بحميها من أخوها مشان ما يجوزني إياها. في واحد عم يتهجم علينا عم يسأل عنك ومصر يشوفك. في باب تاني؟ ايه في الحقوني. يلا يلا مريم. مريم بلال كيف عرف محلي؟ مريم مريم لك مريم وين البنت؟ دور هون وانت هون. زينب شبكي؟ خير ان شاء الله. ليش عم تبكي؟ ما في شي، متضايقه شوي. شو صاير معك؟ احكي. هذا ابنك عم يلعب بعقل حسن وطلعوا لي بقصه اسطنبول وقال شو بدهم يسافروا لهنيك سوا. وليش بدهم يسافروا؟ شو هالحكي؟ عمر كمان؟ ايه قال ما بيقعد هون، بده يشغل مصاري وبده يفتح دكان هنيك. انا ما بدي اولد ابني بالغربه وما يكون في جنبي حدا. يا خالي هاجر. اي بس بس طولي بالك طولي بالك، انت لا تردي عليه، هذا كله لعيب. يا حول الله، منين طلعت لنا هلا القصه؟ لما قطع امله من جواهر صار بده يروح، ضاقت عليه الدنيا. اوف شو هذا جن على الاخير؟ عمين هي حاله بإيده. يا ربي آه يا ربي. صحة وهنا. يسلم. عرفته. ألو ديا ديا ثواني بس معلمتي. نعم. تليفون من الملجأ. يلا جاي. الظاهر بدون أكل، هاللي بزيد عنا منبعت لهم يا. ألو؟ إيه أنا جواهر. أهلين بريهان. إيه فهمت ماشي. شو عم تقولي أنتِ؟ هربت مع هداك ال... شو عم تحكي؟ من شوي ما جبتي سيرة أخوها. إيه لحظة، أخوها جايب معه أمين وجاية؟ لا، شو لكان؟ كل واحد لحاله. كانت عم تشرب شاي معه؟ وهو هذا شو له شغل بالملجأ؟ مخي ما عاد جمع بنوب، أعطي التليفون لحدا تاني يفهمني منيح. بسم الله عليك يا أبي. يعني طلعتي انت امي؟ ايه ابنك. خالي مرمر هي امي. امي هي مرمر. ماني حاسس هيك بنوب. انت خالي مرمر. شو بدكم تفوتوا معي؟
يلا من هون ولا يلا. لا تتحركوا من هون لروح جهز العشاء. ماشي خالي مرمى. شلون الوضع؟ منيح. سألني انت امي عن جد؟ ها بده فترة ليتقبل. سأل شي عن مريم؟ مريم هربت مع واحد تاني. اصلا ليش هي هربت مع رجب؟ لانه كان بده يجوزها لواحد تاني. ها وهلا هي معه لهذا التاني. شفتي هدول النسوان تركيبة مخهم مثل البضاعة الصينية، يومين وبينضرب، ما فيك تفهميهم ابدا. كل يوم عقلهم شكل، بتحب فلان بس هلا هي مع واحد تاني وبتحبه. شو رايك بتركها؟ إلا كان روحي اعملي لي قهوة. أهلين عمر، تفضل. ما في حدا؟ لا، الإقبال راحت لعند أختها، رح تضول. جوعان؟ لا، اجيت مشان موضوع البيت، وفيت ديونه، بكرة بمر باختك لحتى سجله باسمك. وليش لا تسجله باسمي؟ باسمي واسمك؟ لا، لأنه البيت من حقك. عمر، ما بيصير تضل بلا بيت، البيت كبير، انت بتسكن بغرفة وأنا بغرفة، وضعك هلأ ما بيسمح لك لتستأجر بيت. ما رح استأجر ولا شيء، بدي سافر. عمر لوين؟ مسافر على اسطنبول. بس يجي الولد خبري أمي، بيجي بشوفه. لا تقلقي، إن شاء الله ما رح ينقصك شيء. وإمتى رايح؟ بعد الطلاق بهالكم يوم. لا تزعلي، ما طلع بإيدي شيء. ضل هون لوقت السفر. يعني مشان تسمموني كمان؟ أعوذ بالله، ليش أنا بسخف فيك؟ والله بحبك يا عمر، كنت تعبان كتير واضطرينا نعمل هيك. ايه طيب، حاجة تبكي؟ انا ما بدي، بعرف اللي راحوا. يعني بدك تنظف بنايات باسطنبول؟ زينب حبيبتي، بدنا نأسس شغل، نفتح سوبر ماركت، بناخد معنا جبنة وسجق ودبس بندورة، نعمل قسم خاص للغذائيات وبنربح عملة كتير، فهمتي؟ بعدين ابني بيجي بالمدينة، منعلمه بمدارسة، منفوته على الجامعة ليصير أحلى مهندس. هذا اللي كان ناقص، بحجة ابنك تترك الضيعة. قررت وخلصت يا زينب، سكري على الموضوع، خلص رايح مع عمر وانتهينا. روح لشوف تعلب، ما قدر يوصل للعنب، قال عنه حامض. أنا مو رايحة، روح أنت لشوف. لما بترجع يا حسن وشك بالأرض، على الأقل بتلاقي شيء قويك ومنكون ما خسرنا كل شيء. هلا هذا آخر حكي؟ أي هيك. أي لكن لهيك النسوان ما حيطلعوا على القمر. ما حذرت، راحوا من زمان. روحي أنت، أنا بفتح. أهلين جواهر. أهلين عمو. إيه شو صار؟ ما عم تفوت القصة لراسي. شو؟ هذا أمين كان ناطر كل الوقت على باب الملجأ، وفجأة مرض. وقت اللي مرض فوتته مريم لجوا وداوته مع النسوان بالشوربة والشاي وهالشغلات، ومدري كيف بيوصل الخبر لبلال وبقوم بيكبس على الملجأ. بهذا الوقت شو بصير؟ تهرب مريم وأمين من الباب الوراني مع بعض. بقى شو رأيك؟ شلون يعني؟ ما هي هربت لأنه بدهم يجوزوها لأمين، وقامت راحت لعند رجب. وأنا كمان ما عدت فهمت شي والله.
بس اللي مجنني شلون هذا بلال عرف محلهم؟ يلا الأكل صار جاهز، تعوا. لا إله إلا الله. يعني مين بده يكون؟ ما حدا بيعرف محله غيرنا، تهجم علينا ونحن ما قلنا له ولهون ما أجا. ماجدة شو رأيك أنتي؟ وأنا شو بيعرفني دخلك؟ بعدين أنا مليت من هالقصص. هي اللي قالت له. شو هالحكي الفاضي؟ أنا شو مصلحتي؟ أمي بلال مو راح على المستشفى؟ حلف يمين إنك ما قلتي له. ما بحلف يمين على هيك شغلات. صيرت هاي البنت لما تفتحيها العمى ما عاد في غيرها؟ ايه طيب كله هلا وبعدين منحكي. وليش وجعت على كتر ما ركضنا؟ ايه والله، ومن كتر ما عرقت حتى المرض راح. ايه رح ترجع تنتكس. امين وين بدي نام؟ منروح على بيتنا اللي هون فاضي وما ممكن يخطر على بال حدا. ايه مالي مصدق انه حسنا نهرب منه. والله ولا انا، لو ماسكنا الله لا يفرجي. عالضيعة كم يوم بيطلقوكي من رجب وبيزوجوني اياكي. وهربي اذا بتحسني. ايه بهرب من حضرتك ليرجع لعندك. والله انك عنيد يا سلحدار. بس مو اكثر منك. ليكك قاعدة معي على الطاولة عم تتعشي كمان. مين؟ أنا إقبال افتح. خير؟ بكرة لازم نخلص. لسه بكير. مو بكير، لازم نخلص بسرعة. خد البنت مسيك هاد، أنا بحاكيك في رقم البيت بخاطرك. جواهر هي الحل الوحيد. لو ما يئس منا ما كان راح، كان تمسك فيها. لازم نلاقي طريقة نقنعها فيها. آخ يا هاجر، ليش في حدا عم يسمعنا؟ كم مرة حكيته لك ابني خليك محافظ عليها؟ نزلني بكرة على المدينة، أنا بدي أحل القصة. أول ولد مات والتاني بده يروح يتغرب. طلع فيني أنا أم. فوتي مريم. الله البيت كتير حلو. أمين ايه لما بيسافر أبي ععنتاب بينزل فيه، ولما بتنزل أمي على السوق بتقعد فيه، وأحيانا بيجوا لما بتطلج بالضيعة. الحمد لله أخيرا بدي نام. بارح بسببك ما نمت أبدا. تفضلي اختاري أي غرفة. الله بانيو كمان، هاد أحلى شي بالبيت، أنا بأمري ما جربته. بتجربيه ولا يهمك، استني. ليكي، شوفي هالتخت، رح أجيب لك شرشف نظيف. ها؟ هاي المناشف، مشان تنشفي شعرك بالحمام. رح طلع لك بطانية، في برد كتير.
أمين أنت تروك عنك، أنا بطالع هون. عرقت إيدي لهلأ في حرارة؟ طبعاً في حرارة، روح نام وغطي حالك منيح، صار لنا ساعة واقفين هون. يلا انت يا مجنون يا طيب كتير. ها وانتي مو مثل ما قالوا. وشو قالوا دخلك؟ فاطمة بنتي ليش عم تبكي؟ شفتي لعمر؟ طيب ليش عم تبكي؟ تخانقتوا؟ بده يسافر اسطنبول، صبح بده يكتب لي البيت وبعد كم يوم بس يطلق جواهر بده يسافر. ايه كل شيء له حل، ما بتعرفي شو بصير بكرة. لسه ما نمتي؟ عملي شاي، بدنا نجهز فطور مرتب لعمر. بجوز يكون هاد آخر فطور نفطره معه.
ما في حدا هون؟ لسه ما فتحنا. بدي اشوف جواهر. ما اجت. امتى بتجي؟ ليش شو بدك منها؟ انا حماتها. امتى بدها تجي؟ بعد شوي. انت عامل هون؟ ايه خالي. جيب لي شاي لكان. المي بارده. شغله. أهلين خالتي. أهلين فيك ابني. أهلين معلم دينار. هون عمر؟ إيه هون نايم. تفضل. إذا في شيء قلي. إيه حسن خبرني. شو خبرك؟ حماتي ليش ما إجت؟ أنا بكفي. وينها؟ هي عندها شغل. روحي أنت هلأ فيقي لي عمر. إيه الفطور جاهز والشاي كمان. تفضل. إيه صبيلي صبيلي. إيه. فيقته جاي. ايه صباح الخير. مرت عمي؟ اهلين. خير ست هاجر؟ تعالوا اقعدوا شوي. جواهر تعي انت كمان. تعي. هاجر خانم صاير لحدا شي؟ عمر بخير؟ لا يا بنتي، جاي احكي معك بموضوع. اذا فيني ساعدك بشي تكرم عينك بس قولي. اذا حكيت لك بجوز تزعلي كتير. ليش شو اللي صاير؟ احكي. مرت عمي خير؟ شوفي. لا ما في شي. عمر بده يسافر، بده يترك كل شي، ما عاد يرجع. لوين؟ اسطنبول. هيك لكان. طيب وشو هو السبب؟ خسارته إلك خلته. يحس إنه خسر كل شيء هون. بابا خير؟ شوفي. خير ابني خير. تعال معي شوي. لوين بابا؟ هلا بتعرف. بابا أمي فيها شيء؟ صاير معها شيء؟ لا هي منيحة. عن جواهر. جواهر؟ صار لها شيء لجواهر؟ بابا احكي لي الله يخليك. لا ابني اهدى يلا مشي. يا بابا احكي لي مشان الله. شو في؟ عم بقول لك ما في شيء. يلا. ايه لا شو هالصفرة الحلوة ولو؟ سلحدار بلشي انا جاي.
والله طلعت معك قليل بنوب. ايمت لحقت تجيب اكل وتعمل شاي؟ يلا هلا عدي. يعني شو بدنا نعمل؟ صار اللي صار وعمر بده يودعك هلا. وبده يقول لك كلمتين. يعني بده يشوفني؟ اه بالجنينه جنب البركه. وليش ما اجى لهون؟ ما بعرف، ما قال لي. بدي اشوفه اخر مره لحاله. هو هنيك هلا؟ ايه هنيك. قولي لي شو القصه يا ست هاجر؟ لا تحكي شيء، هي اخر فرصه. استنى. دينار مع عمر بالجنينه. لنشوف شو اخر هاللعبه. شو بعمل؟ والا عمر بيروح من ايدينا، وهي كمان بتحبه. كل هالشيء لانك انت بحاجه جواهر. لا تكتر حكي وكون محضر خير. دعي لله. متى بميت موتة وصلت لهون؟ اي مره انت. عزو شوف الخانم، نزل لها شي لقمه تاكلها. بابا اذا صاير شي لجواهر قلي، حضرت حالي للسفر لا تعذبني. بدك تضلك هيك؟ اسكت شوي. طيب ليش هلا امي عندها؟ لو ما كان صاير لها شي ما بتروح امي لعندها. ماتت شي؟ طيب ليش ما منروح على بيت ماجدة؟ شو عم نعمل بهالشارع هاد؟ ينقطع لسانك ان شاء الله. اسكت بقى. زتت حالها من شي محل؟ شو بدي ساوي؟ طيب انا كيف بدي لاقيها؟ امشي لقلك كيف بدك لاقيها. هلا لازمني محامي، رح يعمل لي شغلتين سوا. اول شي بيطلقني من رجب، وبعدين بياخذ لي حقي من اخي، بيرجع لي كل مصرياتي منه. بعدين شو ناويه؟ بعدين بدي روح من هون، ورح صير اعتمد على حالي من هلا ورايح. بنت لحالك تاخدي مصاريكي وبتروحي؟ بتشوف، ما رح كون بحاجة حدا ويدوروا علي. لشوف، باخد بيت صغير باسطنبول وبحط المصاري على جنب وبدور على شغل. انتي بدك تشتغلي؟ ايوة. انت كمان مالك ثقة فيني هلا. لا مو هيك. خلينا نخلص الفطور ونروح نشوف لنا شي محامي. ايه انا بسأل عمي، هو بيعرف كتير ناس هون. ايه وينك؟ ما حدا لازم يعرف. ولو بقول لحدا من رفقاتي. ايه يا الله شو عنا شغل. رح اتصل بعبجي ليجي بالسيارة، ما اخدتها مشان ما في حدا من اهلي بالبيت. بقول له لازمتني بيجيبها وبيجي. ايه هيك ما مندور كتير، السيارة بتريحنا. لسه في اغراض برا. ماشي. سيارة من زمان. تفضلي اركبي المحل بعيد، انا بوصلك من اليوم ورايح السياره بخدمتك. شو بدي ساوي فيك يا برهان؟ كل يوم بتطلع لي بشغله جديده. تفضلي. انا رايحه على الحديقه، اكيد سمعتنا ونحن عم نحكي بالمطعم. صوت حماتك في حدا ما سمعه يا ست جواهر. معك حق، المحل صغير.
مشوار وبدك تعطيني رأيك بالسيارة. تفرجيني يا بابا هيك؟ انت لوين رايح؟ ليك الحديقة هاي هي؟ بدي اخدك على احلى حديقة بالعالم وهلأ بتشوفي. نزلني هلأ. شو ما عم تسمعني؟ بكير حطي الحزام.